السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض بقى الزبادي بالفراوله، حاجه كده تحفه، سهل جدا وبسيط، وهنعمله بطريقه ناجحه مش هيبوظ منك ابدا. ولو جربتيه بالطريقه دي مش هتغيريها، هيطلع زي بتاع المحلات بالظبط. 3 مقادير مش اكتر من كده، وهيطلع معاكي احلى زبادي بالفراوله. طبعا ما بنستغناش عنه ابدا في رمضان على السحور، والولاد كمان بيحبوه في اي وقت بنعمله، حاجه كده نظيفه واحلى من بتاع بره بكتير. نسمي بسم الله ونروح نشوف الطريقة، بس متنسوش بقى اللايك للفيديو واشتراك في القناة وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم إشعار بكل جديد. عندي بقى كيلو من الحليب، غليته كويس جدا على النار، وبعد ما برد كده شوية دخلته التلاجة، سبته يوم كامل ما جيتش جنبه خالص. وبعدين تاني يوم شلت القشطة اللي بتبقى على الوش، حطيتها في الفريزر، واخدت اللبن دفيته تاني شوية صغيرين، يدوب دافي ما يبقاش لا سخن ولا بارد. والمكون التاني هيكون ايس كريم من الفراولة اي نوع. طبعا احنا عايزين الزبادي بطعم الفراولة، هنجيب ايس كريم بطعم الفراولة، تمام كده؟ ولو حابينه باي طعم تاني جيبوا الايس كريم بالطعم اللي تحبوه. ومعي علبة زبادي فراولة او سادة مش هتفرق. هجيب بقى اي طبق او كوباية، وهحط فيها 3 معالق من معالق الاكل بودرة ايس كريم فراولة. بالظبط كيلو الحليب بياخد 3 معالق، بيكون لونه زي الجاهز بالظبط. لو بتحبوا لونه اغمق ممكن تزودوا معلقة او معلقتين، دي بقى ايه براحتكم، حرية شخصية. بس انا بعمله بيكون نفس لون الزبادي بتاع السوبر ماركت. حطيت كده 3 معالق، حط عليهم بقى ايه، افضي عليهم علبة الزبادي كده، وبعدين اقلب بقى فيهم كويس جدا. بصوا بقى الخطوة بتاعت التقليب بره دي بحب اعملها قوي، لاني لو حطيت الايس كريم بودرة كده على الحليب على طول هبتدي اقلب فيه كويس جدا، وبرده هياخد معايا وقت وهيبقى فيه بعض التكتلات كده مش هتروح. لكن اما اقلبه بقى كده، بصوا هو اللون كده غامق، بس لما اجي انزله على الحليب هيبقى لونه مظبوط جدا. ازود بقى معلقتين كده برضو او 3 من الحليب، واقلب مع بعضه كده كويس، هيشيل اي تكتلات خالص، ويبقى الخليط معايا ناعم جدا. ممكن نضربه في الخلاط بس مش محتاج، ولو ضربناه في الخلاط هنضطر ان احنا نصفيه لانه بيعمل فقاعات ورغاوي كده على الوش. بصوا بقى كده، يا دوب هقلب تقليبه او تقليبتين هيبقى معايا كله امتزج كده مع بعضه. بصوا بقى شايفين، خلاص بصوا بقى اللون زي بتاع العلبة بتاعت السوبر ماركت بالظبط، تفرقهاش عنه خالص. انا بحب بقى اضيف له معلقتين سكر كده، عشان الزبادي اللي بنجيبه من بره بيبقى طعمه حلو كده ومسكر، فلما بحط له معلقتين سكر بيكون طعمه مظبوط قوي زي الجاهز بالظبط. هقلبهم كويس جدا، وهو كده كده الحليب دافي فهيتقلبوا معايا بسهولة خالص. واجيب بقى الشفشق الخلاط او اي شفشق عندك، يعني كلي بوزة كده عشان نعرف نصب منه ايه بسهولة. وابتدي بقى احط في الكوبايات بتاعتي. انا قلت لكم قبل كده انا بعقم الكوبايات ازاي في الفيديو بتاع الزبادي السادة، هسيبه لكم في اول تعليق مثبت او في صندوق الوصف. احط الكوبايات او الاطباق في صينية كده ايه اكبر منهم، وحط مية في الكاتل بتغلي. اول بقى ما تسخن كده احطها على طول في الصينيه من الجنب كده، علشان ايه ما تقعدش تبهدل الكوبايات. إيه ميه قد ايه؟ لحد ما اوصل لتلت الكوبايات او تلت الاطباق اللي انا حاطه فيه. بصوا ما شاء الله بيعمل كميه كبيره وحلوه، اكتر من بتاع العلب اللي بره بالظبط. دلوقتي انا مشغله الفرن 10 دقايق كده على نار عاليه، وبعدين طفيته، مش محتاجاه في حاجه كده. اهو حطيته خلاص على شبكة الفرن بعد ما طفيت الفرن، وهغطيه بقى بغطا حلة كده اكبر من الصينية دي، وهسيبه 4 او 5 ساعات لحد ما اشوفه جمد معايا وبقى متماسك اطلعه. لو لقيته بعد 4 ساعات لسه سيبوه ساعة كمان. بعد بقى ما جمد معايا كده، خد معايا بالظبط 4 ساعات ونص كده تقريبا. بصوا بقى ما شاء الله تحفة جدا، ولا عامل بقى مية على الوش ولا اي حاجة، ومتماسك وحلو قوي قوي. لو قلبنا حتى الكوبايات او الاطباق مش هيجرالها اي حاجة خالص. خدوا بالكم هو بيبقى طالع من الفرن بيكون ايه دافي كده شوية، فانا بحب اغطيه كده وادخله على رف التلاجة نص ساعة كده او ساعة يعني قبل الاكل،
وبيبقى طعمه حلو احلى يعني من احنا ناكله كده ايه وهو لسه معمول. جربه كده، تحطه في التلاجة نص ساعة، ياخد كده حرارة التلاجة، بيكون طعمه حلو جدا. هدخله بقى كده ايه شوية، ولما اطلعه بقى اوريكو قوامه وشكله النهائي. تعالوا بقى نشوف الزبادي بتاعنا، بصوا بقى الجمال. عايزه اقول لكم الكوبايه اللي انتم شايفينها دي بمقام كده علبتين من بتوع السوبر ماركت. بصوا بقى النظافه والحلاوه واللون والطعم، ومتماسك ومش هيقع من الكوبايه ابدا. ان شاء الله تجربوه بالطريقه دي، مش هتبطلوا تعملوها. بصوا بقى قوامه كريم ازاي. يا رب بقى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك، واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامه.